بصفة عالية في هذا الوقت المحدد، كونه عطلة انتصافية ليأتي أكبر عدد من الأطفال، كون الفعالية موجهة إلى أطفال سوريا الحبيبة. فعالية تضمن أعمال سيرك وأعمال خفة وبعض العروض الفنية، إضافة إلى فقرة تكريم للفنانين. هلا هو التكريم عموما مهم لأي فنان أو أي حدا ممكن تكون عم يقدم شيء أو عم يعمل شيء، بيكون له نكهة خاصة ومختلفة لما بيكون بغير المكان اللي انت عايش فيه أو عم تشتغل فيه. يعني بيكون له نكهة خاصة لما بيكون بظرف استثنائي فعلا. هو رسالة لاستمرار الحياة بسوريا، أكيد رسالة حب وفرح ومحبة. في عنا مجموعة كبيرة من الفنانين اليوم رح يغنوا هذا الحفل ورح يتم تكريمهم كمان. نحن موجودين، الحياة مستمرة في سوريا، بما أنه هالوجوه النيرة اللي هلأ رح نشوفها نحن بالتكريم موجودة فهي دليل على الحياة. سوريا دائما تولد الحياة بكل الذين يفكرون في الموت. دائما التكريم حالة جميلة جدا، لأن هي وقفة مع الذات، والتكريم دائما بيحط مسؤولية على المكرم، لأنه بيحس حاله أني رح يبدأ من جديد. اتكرم على ما سبق، فلازم يقدم شيء جديد حتى يتكرم عليه مرة تانية وثالثة ورابعة. لما منكون موجودين بهالمكان لا يسعنا إلا نشم عبق الشهادة من هالأرض الطيبة المعطاءة، طرطوس هالمحافظة المعطاءة اللي قدمت أرواح وقدمت شهداء وقدمت تضحيات وقدمت حياة لهالبلد العظيم اللي اسمه سوريا. بالنهاية كلياتنا ألوان نتحد لنشكل الطيف السوري. دافع للأطفال ليكفوا ليشتغلوا أكثر، وللممثلين نحن مشان كمان يشتغلوا أكثر، ورح تضل سوريا بخير، ولحتى نفرجي كل العالم أنه نحن أكيد ما نشتغل ومتابعين شغلنا وما في شيء بيوقفنا، لا حرب ولا أي شيء. هالفعالية وهالنشاط بزمن الحرب اللي منعيشه في سوريا والأزمة ما تخنقنا وما تعصر، أكيد تأثيره بيكون على نفوس أطفالنا أكثر من هيك. أي نشاط ثقافي ممكن يكون ذو فائدة كبيرة لأطفالنا، ممكن يروع عنه، ممكن يعطيهم حياة وأمال. هذا المهرجان بيدل على استمرارية للحياة بطرطوس وعلى صمود الناس الموجودين من الأطفال. هاي الفكرة اللي عم نحاول نخلقها من الطفل عنا لحتى نضل نعيش مع الأجيال الثانية هيك على الاستمرار والصمود.